كلمات سمعناها بأيام قبل وقصتها تحولت لشعارات رفعتها بعض الجهات بمحافظة الأنبار رداً على تحركات التغيير السياسي وأول خطواتها بمكافحة الفساد واقتلاع جذورة بالمؤسسات ودوائرها قبل الإعلان عن تحالف يجمع القوى السنية المناهضة للتفرد بالقرارات وصناعة الأزمات بعنوان كل من طين تبخده، لأن القوى السنية ومقدمتها زعيم حزب الحل الدكتور جمال الكربولي وتحالف الأنبار الموحد ورافع العيساوي وزعيم جبهة الإنقاذ أسامة النجيفي ووزير الدفاع ثابت العباسي أعلنت عن تشكيل تحالف الحسم الوطني، والهدف هو إعادة ترتيب أوراق البيت السني بست محافظات وتحريرها من تسلط الحزب الحاكم. بس المرحلة الأولى من عملية التصحيح اللي تقودها هيئة النزاهة والجهات الرقابية عملياتها مستمرة بفضح ملفات الفساد بمحافظة الأنبار، وآخر اعتقال معاون مدير زراعة الأنبار واسترداد 5 ملايين دولار وسيارتين حديثة بأرقام مميزة من مدير هيئة التقاعد المعتقل أنس العلواني، بإعلان رسمي أثار علامات استفهام واستغراب عن كمية الأموال المسروقة بالمحافظة الغربية وحجم الفساد من العام 2018. لكن وعلى طريقة إذا عرف السبب بطل العجب، تحالف الأنبار الموحد وعلى لسان القيادي محمد دحام الفهداوي أعلنها بعبارات صريحة وقال محاولات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لطمطمة وإخفاء سرقات مدير التقاعد بالمحافظة انكتب عليها الفشل، وكملها قضية أنس العلواني راح تفتح أبواب ثانية على المتورطين بعمليات الفساد بالأنبار وخاصة المتنفذين من حزب تقدم. بس المعلومات تقول الحلبوسي من شاف النار وصلت للمناصب اختصر المسافات وتوجه لشيوخ عشائر محافظة الأنبار حتى يكسب دعمهم ويحصن جبهته الداخلية، واللي ما يصدق يسمع بإذنه ويشوف بعينه رسالة وجهها الشيخ رعد السليمان لرئيس حزب تقدم وتقول أودي رسالة للحلبوسي أقول هاي مو زينة، سواء تعلم أو لا تعلم اللي جبتهم ما يصير تدفعهم بهذا التوجه يتصادمون، هاي أنبار وقفت بوجه القاعدة، وقفت بوجه داعش، وقفت بوجه الأمريكان، مستعدين نقف بوجه أي واحد يخربط، أكو رموز عندنا نحترمها، شيخ رعد غيره ماكو، انت مال جايب لي والله واحد يدور رسمه مشاهدات ومعجبات وبنات عيب، انت نعرف من اللي جابك وما نعرف من قاعد يدفعك، الناس تا ما تنتقدنا، هذا موضوع شلون عندنا بالعربي يقول لك شو اسمه ما اريد اكمل، فعلي ست سحار اني اقول لك هاي رسالتي لك انت اخويا، هذا الموضوع لا تتدخل بيه بين العشائر عمود لا تصير فتنة. لكن الطريقة الكزنزانية اللي تقدمت التظاهرات بمحافظة الأنبار بالأيام الماضية وين صارت؟ لأن المعلومات كشفت عن قرار من شيخ الطريقة نهرو عبد الكريم الكزنزاني بنقل مقر الطريقة من السليمانية للعاصمة بغداد، ليش؟ الله أعلم. وبعد تجمع الوحدة الوطنية الجناح السياسي للطريقة أعلن الالتحاق بتحالف عزم بعد شهر من انشقاقه عن تحالف تقدم، يعني عمليات الإصلاح بالأنبار ما رح تتعثر وجوز نهايتها استبدال المنظومة الإدارية وقياداتها، حتى بعدها نرجع ونسمع